السلام عليكم وبركاته. اسم كريم. ادريس السويني، محافظ المتحف الوطني لبني قديم. طبيعة الحال التواجد ديالكم في النسخه 11 ديال معرض الفرس، وطبيعة الحال النسخ اللي فاتوا حتى هما كانوا ممتلين من طرف بلد المغرب، عنده علاقه بفرس في الطوابع البلديه، هادشي اللي كيبان لنا. غنخليو لكم انكم تقربوا المتتبعين ديال جديده نيوز من هاد الطوابع البريديه اللي كتحمل بين طياتها صور ديال الفرس داخل الطوابع. شكرا بادي اديبا. بريد المغرب حاضر في فضاء المعرض، هذا عصر للفرس الجديده بمواضيع مختلفه عن الدورات السابقه، والموضوع العام هو ثقافة الفرس في المغرب عبر الطوابع البريدية وإبراز الفرس من خلال ليس فقط ألعاب الفروسية أو التبوريدة، ولكن في الخدمات البريدية، وتوضيح بأن الفرس ليس له علاقة بمجموعة معينة من المجتمع المغربي، فأعلى هرم في بلد من السلاطين والملوك اهتموا بالفرس، كذلك ابسط انسان يهتم بالفرس، سواء كان فلاح سواء كان ينقل البضائع وما الى ذلك. معرض يتخلى له يبتدئ لوحتان للفنان القدير حسن القلاوي، وهو تكريم لهذا الفنان وفاته من كان هناك لوحتان تعريف بنوع التبوريدة في مناطق مختلفة من المغرب، فمنطقة الجبالة والشمال التبوريدة تتميز بارتداء الجلباب دون الكم الأيمن، وهذا ميزة خاصة له، كما أن هناك مناطق في الجنوب قلميم ودنون والصحراء المغربية هناك تبوريدة على الأرض، وهي استمرار ثقافة المقاومة، إذ أن التحرير آنذاك كان يختبئ في الرمال لمحاربة العدو. الجديدة حاضرة كذلك في الخدمات البريدية من خلال طابع بريدي مميز 1899 كانت 1949 ذكرى 50 للخط البريدي إسحاق بريدو، وهو خط بريدي خاص. إسحاق بريدو هو ابن القنصل الفرنسي بالجديدة، وهذا الخط كان يربط بين الجديدة ومراكش مرورا بمدينة أجمور ذهابا وإيابا، وضروري من التمييز بأن الفرس في البريد كان ينقل البريد السريع، ان بجانب ذلك كان هناك ساعي البريد الرقاش عليه. هناك خدمات بريديه في منطقه الشمال كذلك تستعمل البريد السريع، ومع تطور الاحداث كان هناك نقل البريد بواسطه السياره، ولكن لما تصل السياره الى المناطق الوعره او التي تدارسها كيتدخل الفرس يقوم بعمليه اتمام هذه العمليه. وانا نجد طابع بريدي سنه 1953 وفيه النقش الصخري يتعلق بمدينه التصويره قرب الشقاله، وهذا يبرز بوضوح وبسلاسه مدى ارتباط الانسان المغربي بالفرس. تطور الخدمات البريديه في منطقة الشمال عبر الفرس، والاحتفال بذكرى 25 و75 الاتحاد البريدي العالمي، وكما قلنا من قبل مرتبطين بالفرس، وهذه الطوابع هي تعم خمس سلاطين والملوك، وهي الوحيدة ولا ترتبط بالملوك كصفة، ولكن بالمناسبات هذه الملوك. ذكرى الخمسينية لميلاد جلالة الملك محمود الخامس إصدار سنة 1959،
سلطان ولا عبد الرحمن ما استقبالي لوفد دبلوماسي فرنسي سلطان طاهر الحسن. هذه من طرف الفنان دو لاكروا، هذا هي لوحة مقتبسة من لوحة الفنان دو لاكروا، واللوحة الأصلية معروضة في متحف تولوز بفرنسا. سلطان ولي الحسن أول حين استقبلوا وفد دبلوماسي ألماني، الحسن الثاني رحمه الله في المؤتمر الإسلامي بلاهور في باكستان. إذا كمان واحد فهدوا بعدا هاد الواحد هاد يعني الطوابع البريدية، فكانت أيضا تؤرخ لبعض المناسبات اللي كتخرج في الذكرى ديالها. محمد السادس 2009 الذكرى العاشرة للتتويج لعيد العصر، من هنا يتبين بأن المناسبات تطغى على الصفر. وارتأينا أن نعرف الأولاد والعموم من الجزائريين بأول طابع بريدي مغربي سنة 1912، وصدر عليه صور زويد عيساوي بمدينة طنجة، تعريف بالترحيل البريدي عبر العربة ابتداء من 1912، يعني في ظروف صعبة ووعرة كما كنشوفوا. فيما يخص الرياضات الفرنسية، فقبل تحديد ولتحديد أي نوع من الرياضة ضروري من الترويج، مرحلة الترويج هي تدرس تحدد اي رياضه، سواء رياضه التحمل، رياضه السرعه او ركوب الحواجز، تحدد توجيه الفرس الى، واحيانا اذا لم يكن الفرس جاهزا لهذه الرياضات فانه يوجه نقل البضائع. وارتأينا ان خلال هذا المعرض تكريم رمزي للفنان الصناع التقليديين من خلال طوابع، بعض الطوابع تهم الإسراج مثلا، فالسرج تدخل فيه في صناعته 14 حرف، وهذه الحرف مثلا العظام، الخشب، النحاس، الحديد، الجلد، الصفيفة، القيطان وما إلى ذلك. صعوبة ليس في العدد، صعوبة في أن هناك ضرورة تناسق مرحلة وكل مرحلة، فإذا وقع خطأ في مرحلة من هذه المراحل فإنها تنعكس على جودة السرج. علبة الباروت التي تصاحب الفارس دليل الخيرات، دليل الخيرات وفيه أحاديث نبوية شريفة قرآنية، وهي فالخير بالنسبة للفارس، وهي ثلاث أنواع: دليل الخيرات بالنسبة للسلاطين، دليل الخيرات بالنسبة للفرسان، ودليل الخيرات لراكبي الجمال. والفرق بينهما أن راكبي الجمال بالنسبة للسلاطين بالذهب، بالنسبة للفرسان من الفضة، وبالنسبة من النحاس بالنسبة لراكبي الجمال. ولكن بالنسبة لراكبي الجمال حجمهم أصغر، لأن حركية الجمل حتى لا تكون شوية لا تؤدي الركاب. والسير أو الأزياء التي يرسل بها الفارس تبين مكانته ضمن القبيلة، مكانته الاقتصادية والجهة ضمن القبيلة أو وتبين أيضا دور الصانع التقليدي في مثل هذه الأمور. بالنسبة للبريد أصدر بأن هذه الدورة السنة الفارطة كانت الذكرى العاشرة للمعرض الفرس الجديدة، ارتأيت أنكم ديروا طابع بريدي خاص بالمناسبة هذاك الشيء. وكان في 2012 الذكرى الخامسة للمعرض، وعليه صورة الفرقة التي فازت في الدورة الرابعة، وهي من قبيلة سترارضة نواحي سيدي قاسم. إذا ما بقى لي إلا نشكرك، لأننا كنا كندوزو كيما نتنابرو كنقولو تنبر وكنشوف هذا بشحال هذا التنبر وصافي، ولكن دابا اكتشفنا الوجه الآخر لطابع البريدي والدور ديال بريد المغرب في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي. هذا الطابع البريدي هو رمز من رموز السيادة بعد العلم الوطني والنقي، ولكنه رغم صغره فإنه يقفز الحدود ويربط الإنسان الصغير بالإنسان الكبير بغض النظر عن مكانته الاقتصادية، جنسية، دينية وما إلى ذلك، فهو وسيلة للتواصل دائم.
جدا باسم متتبع جديد نيوز. كنقول لكم شكرا على هذا التواصل، شكرا للشروحات، شكرا على هذا الوقت اللي منحتونا. تحياتي لكم.